مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال سارة، قصة كتألم بشكل كبير لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. سارة خدت من السبيطار الأم اللي خداتها، الإبنة ديال هاد الأم، سمعتوا الشهادة ديالها. سارة عانات سنين طوال، في الأخر المآل ديالها الاغتصاب والتعذيب وأمور أخرى. مشاهدينا الكرام، سارة شافت الفيديو مع الأطر ديال المفتاح وحلول ديال الجمعية، وقرات التعليقات وفرحات تضافر الجهود بين المغاربة والتضامن ديالهم معها. تكلمت مع الأطر، قالت لهم أنا اللي بغيت ندوي، ربطوا بي الاتصال، قالت لهم مرحبا، كيفاش غادي تدوي معنا سارة؟ الوضع النفسي ديالها ليس على ما يرام، غادي نحاولوا مع سارة، تبعوا معايا. سارة لاباس عليك؟ خطرتي شوية الصوت صار باش تسمع، عاودي لي المشكل ديالك صار، عاودي لي اش وقع. الاغتصاب درت ثقة ولكن جسدي اغتصاب من طرف هاد المسألة ديال الاغتصاب، خليها نجيو لها أنا وياك من بعد، عاودي لي على هادي اللي كبراتك، المعلومات اللي عندك منين خداتك هي؟ جابتني من الزنقة، والهضرة اللي كدور كيقولك خوناتك من السبيطار، أنتي سامعة هاد الهضرة بلا خوناتك من السبيطار؟ أه، وهي ما عمرها قالتلك شكون هما والديك ولا شي حاجة باش نقلبوا على والديك حنا نجيبوهم؟ والدي ميتين، شكون اللي قالك بلا والديك ميتين؟ معرفتش، قلتها لك هي. واحد العقروس الله ياخذ فيها الحق، قالت لك هي والديك ميتين، علاش في نظرك انت؟ باش ما تقلبيش ولا عطاتك شي دليل بلي ميتين راه كتهضر؟ عرفتي، عاودي لي على هذا المشكل ديال هذا الولد وهذا الاغتصاب وهذا الشيء اللي دار لك في الحماك وهذا الطفيات وهذا الشيء، شكون دار لك هذا الشيء؟ ناس في السبيطار. واخا عاونيني في الصوت شويه باش يتسمع. من طرف امين اختصاب، من طرف امين. فين عرفتي هو هذا امين؟ بسكوره، في ديك القهوه اللي دوات لينا عليها البارح، ديك السيده اللي دازت معانا هي قالت لك انت كنتي في واحد القهوه تما، فين عرفتي هذا امين؟ ايه، وشنو العلاقه ديالك بهذا امين؟ كيفاش شنو اللي دار لك؟ فين كنتي ساكنه تتلاقى معاك؟ عاونيني اختصاب. صعيب وهداك الشيء اللي في لحمك وهداك الشيء ولي دار لك هذا، باش كان كيطفي لك هنا في عنقك وفي عقلك؟ عقلك ودي ما عندوش الكلمة، اللي ما عندوش الكلمة اللهم الاغتصاب. واخا شرحي لي الكلمة مع الاغتصاب، ما فهمتش. هاشي داش، الحمد لله ما ضاعتش حياتك، حنا باقين معاك والقانون معاك وباقي ان شاء الله غتاخدي الحق ديالك، ولكن الا قدرتي انك تساعديني عاودي ليا هذا اللي اغتصبك وعلاش، وهذاك الشيء اللي في لحمك كله واش طفيه ديال الكار ولا الهضره اللي سمعت ولا شنو اللي وقع لك؟ داك التعذيب اللي كنتي فيه هو اللي دار لك هادشي، وعلاش دار لك هادشي؟ حيت كنت مصاحبه معاه ياك، صافي اش ما لقيتش فين نعيش، اش ما في الدار، في دارهم مو صعيبة. انت قبل كنتي كتمشي كديري الديفيلي ياك وكتلبسي وهداك عارضة الازياء؟ الحمد لله ما تحققش. لا تحققت تبارك الله، درتي شي حاجة؟ مركز على داش أزياء صافي، ولكن كنشوف البنادم ما عندوش الكلمة. ماما الاغتصاب سليم، شكون هو اللي ما عندوش الكلمة؟ أمين.
وداكشي اللي عندك في لحمك شكون اللي دار لك هذاك الشيء؟ هو أمي. علاش؟ أختي صعب. دابا هادشي نهار اللي اغتصبك، نهار اللي دار لك هذاك داكشي كله في لحمك، كلشي داروا لك في نهار واحد. لا كنسد عليك. اش معاه في الدار؟ سطوني. بس طوق باش والسحور، ولكن صافي اللي مرض بالإبيليبسي راح يعيش صعيبة. قبل ما تعرفي هو ما كان فيك لابيليبسي لا والو، ملي كنتي كدوزي في المهرجانات وعارضة أزياء وكت الحلم ديالي ما تحققش. ماما اختي انتي عارفة بلي عندك ولد قمر الدين، انا اللي ولدت سميتو قمر الدين. كيفاش انت اللي سميتيه؟ كيفاش كتشوفي الوليد ديالك دابا؟ مزيان في صحيحته؟ وانت شنو هو المشكل اللي عندك دابا، المرض اللي عندك دابا من غير هاد الحروق بيليبسي؟ دابا مره مره كطيح صافي. هادشي من مورا الاغتصاب ولا فيك هادشي؟ الباك سقطت فيه. وفي خدمتي اللي سقطتي في الباك فين مشيتي؟ الحمد لله عارضة أزياء. وخدمتيها شفتك وريتيني لانستغرام ديالك. وخدمتي عارضة أزياء من بعد؟ ولكن مريضة بالبيبسي. تطيحي؟ كنطيح. تجيك ديك النوبات عصبية. نوبات عصبية. ومن بعد مشيتي؟ اللهم البحر. ومن بعد فين عشتي؟ واش ما جداتي؟ من بعد. ولا سطوني فتيحة، ما قلتش راه سطوني، راه جابتني جداتي صافي سطوني. اللهم البحر، اللهم الحوت، اللهم ما قلتش انا ما قلتش. الحمد لله على داش ازياء، ولكن غتعاونك انت تبقى لي وتكملي عايا تخدمي شي غتشافي غتشافي عندك في السبيطار وتشافي ويتبراي شي 15 يوم وتبراي تولي عاديه وتولي عاقة ازياء مادام ما بقى غير تعاود. وفي خدمتي فتيحة بسلام عليك. وبسلام عليك. وكل كملي ليا فاش خدمتي عليك. فاش خدمتي في القهوة فين سكنتي؟ سكنت مع امير في العنوان بوسكورة. فين بلاصة بوسكورة؟ ما قلتش ما قلتش الحوت ما قلتش. ومن سكنتي عند امين شنو دار لك امين؟ اغتصاب من بعد. الله من بعد قمر الدين تهلاو ليا فيه. ها تهلاو فيك قمر الدين. شكون اللي كواك؟ بغيت شكون اللي كواك؟ الحمى كامل كانت شعري داش ازياء هانت. لا شكون اللي دوك الجراحي ودوك هانت؟ شكون اللي كواك تما هانت؟ شكون اللي دار لك هذاك الشيء؟ شكون؟ وامين باش داروا لك؟ ما لقيتش غتي كيفاش حيت انا ملي قلبتك لقيت فيك الكويات. هي الكويات. ولكن كيف شكون اللي دار لك هذاك الشيء؟ وامين باش داروا لك؟ واختي صعب اختي صعب اختي صعب. وديروا كيفاش تتعاون؟ كيفاش تتعاون؟ كيفاش تتعامل مع الخوف ديالك؟ كيفاش تتعامل؟ ما عقلتش اختي صافي صافي اختي صافي بارك عليك. مشاهدينا الكرام حاولنا ما امكن انه التواصل صراحة التواصل ديال مؤطرة فاتحة معاها كتقدر هي الوحيدة اللي تجاوب معاها. انا حاولت معاها قبل ولكن صعب، الوضع النفسي ديالها ليس على ما يرام. هي طلب منا تلح انه بغات دوي، كتقول انا بغيت نهضر، حاولنا اننا نسمعوا ولكن عطاتنا اشارات تتكلم على امين هو موضوع الاغتصاب وكذلك الكدمات اللي عندها في الجسم ديالها وكذلك العلامات ديال الحروق اللي تصاب بها الجسد ديالها. كل شيء كتقول امين. الام جاوبت بكلمه واحده قالت لك ديك اللي انا كنسميها جداتي. هادو هما الكلمات. من بعد كتولي في واحد المرحلة أخرى هستيرية شيئا ما، لا نعلم الوضع ديالها ليست على ما يرام. العامل النفسي البيليبسي يعني كاين إشكاليات. جمعية مفتاح الخير كدير المجهود ديالها رفقة الأطباء
تدير مجهود ديالها رفقة الأطباء من أجل أننا يكون واحد الاستقرار عندها. ما يهمنا أكثر أننا ما ندوزوش الصار. الإطار القانوني له ذوي الاختصاص، يبقى الجانب الاجتماعي والإنساني بالمغاربة كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق. والآن كيفاش كانت وكيفاش ولات، هي لا زالت تناشد بكلمات هما اللي بقاو عندها في المخيلة ديالها. الاغتصاب آمين ما عندوش الكلمات، تعذيب تكرفص عليا، شبه جدة كما كتوصفها هي، كتقول ديك اللي كنسمي انا جدة. هادو هما النقط اللي الان، ولكن ذوي الاختصاص وبعد مدة من التطبيب ومن طب نفسي وامور اخرى ان شاء الله، اتمنى ان تكون صارة على ما يرام. مشاهدينا الكرام تفضلي، قالت لي جملة وما غنسمع جملة مقاطعة، تفضلي. اللي مريض بليبسي اللهم الحوت. دابا الحوت كتقصد به هو الموت. وانا نقول لك واحد الحاجه، كاين الله. لا وبلاتي كاين الله، وربي كيقول لك لكل داء دواء، هذا داء، والا كان الله سبحانه وتعالى قادر يشفيك. اني مسني الضر فارحمني انت ارحم. تبارك الله عليك، يعني ربي قادر، انت تبارك الله مؤمنه انه ربي غتشافي. حنا دورنا كلنا معاك، اطباء معاك، والمغاربه معاك، وكل شيء كيتكلم عليك، حتى الناس القانون النيابه العامه كل شيء الحمد لله معاك، تولي بخير وعلى خير. تفائلي خير، تحاولي تساعدينا انك ان شاء الله تفائلي خير. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام غادي نختم. قالت لي انت زوين، الله يسترك في الدنيا في الاخره. هي ليست على ما يرام، ولكن الله العظيم انا صرختنا كاملين. الله يسترك يا ربي، الله يطول عمرك. طريق فين هو؟ مشاهدينا الكرام، حشره مشى للحبس. علاش مشى طريق للحبس؟ ما قلت، ما بغيت نشوف الفيديو اخر مره. مشاهدينا الكرام، في الفيديو السابق اذا رجعتوا لي غتشوفوا موضوع طارق. طارق من بعد انه السيده تشرطت للشارع، طارق هو اللي تبناه وطاه مسكين السكن، ووضع واحد الفيديو مع منبر اعلامي من اجل الانقاذ ديال ساره. هنا غادي تدخل الجده، مشات دخلات معاه في النقاش، دارت عليه شهاده طبيه بلا ضربه، وسيد مشى بخمس شهور ديال الحبس. طارق هو اللي نقدها وحطها في بر الامان في الاول الان، وفي السجن في موضوع يتعلق بطلب الجرح. وهذه رساله لدول الاختصاص، ارجوكم بحث اكثر. انا ما غاديش نفيد عليه باش نقول فاقده الاهليه، لا، هي الوضع ديالها ليس على ما يرام. مره كتقول هذه، مره كما كنقولوا بالدارجه المغربيه كتضرب وكتسجل، ولكن ممكن انه ترجع. احساسي والمجهود اللي كيديروا الجمعيه. تفضلي، بغيت تشكري انت الاولى، انا تقطعيني انت الاولى. بغيت نشكر دنيا. شكون دنيا؟ دنيا اللي كتعلم الطرز. بغيت نشكرها. مسكينه فيما كانت عاقله على شي حد كتذكره. مستفيده كاينه معاكم هنا. بغيت نشكر دنيا. اييه شكريها. انا كنشكرها وانت يعني كتضحكي لينا، هذاك هو الربح اللي بغينا يا ربي. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع دائما قصه ساره، وسوف نوافيكم دائما بالجديد بشقين، ما هو اجتماعي وما انساني، وتتبع الوضع الصحي ديالها، واي جديد فيما يخص ساره فيما هو اجتماعي وما هو انساني. يبقى الجانب القانوني ذوي الاختصاص على تتبعه. حول فين تزادت؟ علاش قالوا لها كما صرحت هي، عطتني معلومه انه كتقول والديك ماتوا، في لقات هذه الجده وامور اخرى، وكذلك الاغتصاب اللي كتكلم فيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.